تم مناقشة خطط مهمة في مختلف المدن الكبرى العراقية، وتحديدا تم مناقشة جزء من عمليات تحرير نينوى، وأعتقد هناك يعني تقدم كبير في التهيئة لهذه المعارك. التحالف طبعا أبدى استعداد كبير لدعم هذه العمليات، وأيضا القيادات العسكرية العراقية استعدادها عالي، استحضارات كبيرة جدا لهذه العمليات، وما أعتقد الأمور تسير بشكل جيد جدا وبالاتجاه الصحيح وفق التوقيتات المخطط لها. العملية مهما تكون بسيطة أو كبيرة بدون استحضارات، وهذه العمليات اللي مقبلة عليها القوات المسلحة العراقية هي عمليات كبرى تحتاج إلى استحضارات في كافة المفاصل، سواء الاستخبارات أو المعلومات عن العدو، وكذلك استحضارات على مجال الدعم الجوي واستحضارات الدعم اللوجستي مهمة جدا. فأعتقد تم مناقشتها بشكل مستفيض ووصلنا إلى قرارات ووضعنا اللمسات الأخيرة على الخطط المستقبلية إن شاء الله. I think that the preparations and the planning are coming along very well. أتصور أن الاستعدادات والتخطيط يجري في أفضل وجه. And I think when the time comes for the operation, that the Iraqi security forces and the coalition will deal a decisive defeat to the enemy. وأتصور عندما يكون الأمر على قدر ما يتعلق في العمليات، فإن القوات الأمنية العراقية وقوات التحالف الدولي على أهبة الاستعداد في دحر وهزيمة العدو داعش.